بسم الله. درس المستقيمات والمستويات في الفضاء لمستوى السنة الثانية إعدادي، الحصة الثانية. طلبت منك في الحصة الماضية أن تنشئ متوازي المستطيلات في ورقتك باستعمال الطريقة الهندسية دون الاعتماد على تربيعات الدفتر، ثم بعد ذلك تخرج ست أو تعطيني ست نقط مستوائية في هذا الشكل وست نقط غير مستوائية. يلا نشوف أولا طريقة الإنشاء الهندسي. يلا خذ ورقة بيضاء وابدأ معي هذه العملية. بداية ستنشئ قطعة من المستوى. يلا أرسم قطعة. التسمية ديال القطعة غادي نخليوها من بعد حتى نكملوا الشكل الهندسي، عاد نسميو جميع الرؤوس. يلا خذ قطعة أبي. يلا الآن سننشئ الوجه الأمامي انطلاقا من هذه القطعة. الوجه الأمامي سيبقى على طبيعته، أي سيكون مستطيلا. لتحقيق هذا الأمر سننشئ ماذا في المرحلة الموالية؟ يلا لإنشاء المستطيل كيف نبدأ؟ صحيح، ننشئ زاوية قائمة. هيا المنقلة ديالنا غادي نضعها في هذه النقطة، ثم ننشئ زاوية قائمة هكذا. يلا أنشئ معي زاوية قائمة. يلا نختار نقطة على هذه الزاوية، هيا. وهكذا حصلنا على ضلعين للمستطيل وثلاث رؤوس، الرأس الأول، الثاني، الثالث. إذن الرأس الرابع سيتواجد في مكان ما هنا، سنحصل عليه بأي أداة؟ نعم، سواء باستعمال البركار أو باستعمال الكوس. طبقا إما باستعمال البركار أو باستعمال الكوس، وسأستعمل البركار أفضل. هكذا كل ضلعين متقابلين متقايسان. إذن القوس الأولى ثم القوس الثانية، وهكذا حصلنا على النقطة الرابعة للمستطيل. الآن ننشئ المستطيل ديالنا. ها هو كما قلت قبل لحظات، نخلي التسمية حتى الأخير. إذن الآن عندنا مستطيل. يلا بعد ذلك أرسم قطعة مائلة بهذه الكيفية. صافي رسمتها. إذا الآن سنكمل الرباعي الذي يمثل الوجه العلوي هكذا. إذا هو في حقيقة الأمر مستطيل، ولكن عند الإنشاء على المستوى يصير متوازي الأضلاع. لاحظ معي أثر متوازي الأضلاع. إن أين ستكون النقطة الرابعة؟ نعم، عندنا ثلاثة رؤوس، الرأس الأول، الرأس الثاني، الرأس الثالث. أين الرأس الرابع؟ صحيح، الرأس الرابع في مكان ما هنا، هذا المكان سنحصل عليه بواسطة البركار. هكذا كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع متقايسان. إذا الأثر الأول، ثم نبحث عن الأثر الثاني للبركار انطلاقا من الضلع الثاني. ها هو. إذا الآن حصلنا على الرأس الرابع للوجه العلوي. نتمم الوجه العلوي، بطبيعة الحال هو على شكل مستطيل، ولكن عند الإنشاء الهندسي في المستوى يصير متوازي الأضلاع. واضح؟ إذا كم من وجه رسمنا الآن؟ صحيح، رسمنا وجهان. الأول هو الوجه الأول، هو هذا المستطيل، ثم الوجه الثاني أو الوجه العلوي. نمر الآن إلى الوجه الجانبي. ثلاث رؤوس مرسومة فيه، ها هي، الرأس الأول، الثاني، الثالث، أو ضلعان، الضلع الأول والضلع الثاني. بقي لنا ضلعين آخرين أو رأس رابع، بحيث يكون الشكل على شكل متوازي الأضلاع هكذا. لاحظ الأثر ديال الحركة ديالي.
يلا، أين سيكون الرأس الرابع لمتوازلة؟ صحيح، سيكون في مكان ما هنا. طبقين، أولا سأزيل أثر الإركان اللي عندي هنا لأن قد يخلق متاعب في المرحلة الموالية بالنسبة للوحة الإلكترونية. إذا الدلع الأول، تلاحظ نفس الكيفية التي نستعمل دائما. نعود العملية حتى يكون التقاطع واضح. هكذا الآن حصلنا على النقطة الرابعة، ها هي. ثم ننشئ الضلعين، الضلع الأول ثم الضلع الثاني. يلا بدورك قم بهذه العملية في دفترك. الآن ننظر معا إلى الوجه الخلفي. هنا عندنا الوجه الأمامي وهنا عندنا الوجه الخلفي، حتى هو بدوره سيكون على شكل مستطيل، ولإتمامه تنقصنا نقطة واحدة أو رأس رابع في هذا الوجه. إذا هذا الرأس يكون في مكان ما هنا، سنحصل عليه مرة أخرى بواسطة البركة. إذا نمر مباشرة إلى هذا الضلع الذي يمثل أحد أضلاع المستطيل الذي عندنا، اللي هو جزء من الوجه الخلفي. إذا الضلع الأول أنشأناه، نمر الآن إلى الضلع الثاني هكذا، فنحصل على النقطة التي نريد، ها هي. نضع هذه النقطة ثم نتمم الشكل. هنا تخصنا ننتبه جيدا لما سنقوم به. لحد الساعة جميع الأحرف التي أنشأتها هنا هي أحرف مرئية، أي نراها عند عملية الإنشاء الشكل الهندسي أو نراها في الفضاء. أما بالنسبة لهذا الحرف فهو يوجد خلف الشكل، أي من الجهة التي يتواجد فيها الوجه الخلفي، وهو حرف غير مرئي. إذا ما دام حرفا غير مرئي سنمثله بخط متقطع هكذا. كذلك هذه القطعة غير مرئية، لذا سنرمز لها بخط غير متصل هكذا، أي خط متقطع. ثم القطعة الأخيرة غير مرئية وسنرمز لها بخط متقطع. إذا ثلاث قطع هنا غير مرئية أو ثلاث أحرف غير مرئية نرمز لها بهذا الرمز، وهو خط متقطع أو خط غير متصل. إلى الآن انتهينا من إنشاء المجسم الذي يمثل متوازي المستطيلات. يلا الآن نضع عليه الرؤوس. إذا في هذه الصورة وضعت رؤوس المجسم، رأس A ثم رأس B C D، A أولى B أولى C أولى D أولى. كما ترى لونت الأوجه المرئية. شحال من وجه مرئي عندنا هنا؟ كم من وجه مرئي؟ صحيح، هناك ثلاث أوجه مرئية، الوجه الأصفر والوجه الأحمر وهذا الوجه الذي يميل إلى السواد. إذا الوجه الأصفر A D D أولى A أولى، ثم الوجه الأحمر اللي هو C C أولى D أولى D، وأخيرا الوجه العلوي اللي هو A B C D. إذا هناك وجه أمامي مرئي، وجه جانبي مرئي، ووجه علوي مرئي. كم بقي من الأوجه الغير مرئية؟ فعلا ثلاثة أوجه غير مرئية، واضح؟ زين، يلا دروكا نشوفوا النقط المستوائية والنقط غير المستوائية. طلبت منك أن تعطيني ست نقط غير مستوائية ثم ست نقط مستوائية. نبدأ بالنقط المستوائية. نقدر نختار مثلا
A و B و C و D. شحال قلت الآن من نقطة؟ قلت 4 نقاط، ونضيف عليهم 2 نقاط في الشكل نيت. بحال مثلا هذه النقطة التي تنتمي إلى المستقيم AB هي مثلها، نعطيها حرف M. هاي نقطة من المستقيم AB. ثم نقطة أخرى مثلا من نفس المستقيم AB أو من المستقيم BC، لما لا نبدل شوية. هاي نسميها N. وهكذا أكملت 6 نقاط. إذا النقطتان M و N نقدر نوضعه في أي مكان على الوجه A B C D، سواء تنتميان إلى أضلع المستطيل أو توجدان داخل الجهة المرسومة باللون الأسود أو الذي يميل إلى السواد، في أي مكان شئت ما دام الوجه A B C D يحتوي على ما لا نهاية له من النقاط. وكما تعلم الوجه A B C D هو فقط جزء من المستوى الذي يحمل هذا الوجه. هناك عدة نقاط تنتمي إلى المستوى الذي يحمل الوجه A B C D وتوجد خارج هذا الإطار المرسوم باللون الأسود. متفقين؟ إذا الآن باختصار أعطيتك 6 نقاط مستوائية في هذا الشكل، أي تنتمي إلى نفس المستوى الذي يحمل الوجه ABCD. يلا الآن نمر النقاط غير المستوائية. أنا غادي أقترح عليك النقاط التالية. نقدر نأخذ نيت A و B و C و D مع A أولى و D أولى. أعيد النقاط A و B و C و D و A أولى و D أولى. كم من نقطة ذكرت هنا؟ فعلا 6 نقاط، وهي نقاط غير مستوائية، أي لا تنتمي إلى نفس المستوى، بالرغم من أن 4 منها تنتمي إلى نفس المستوى. ومع ذلك إذا خدنا دفعة واحدة وعددها 6 فهي لا تنتمي إلى نفس المستوى، إذن يمكن القول بأنها نقاط غير مستوائية. يلا نعود ورجعوا للمجسم ديالنا في الفضاء. يلا ها هو المجسم ديالنا في الفضاء. الآن لاحظ معي هذا الشكل. الآن سننشئ المستوى الذي يحمل الوجه العلوي A B C D كما سترى في هذه الصورة. هاي المستوى، سننشئ الآن المستوى الذي يحمل الوجه A B C D. انظر إليه جيدا. الآن كما ترى في هذه الصورة هو الوجه A B C D، والمستوى الذي يحمله هو هذا المستوى الذي تراه الآن اللي موجود فيه بعض الثقوب أو ممتلئ بالثقوب. إذن هذا المستوى الأخضر هو المستوى الذي يحمل الوجه A B C D. نعود نشوف الصورة بشكل أوضح. أنت لاحظ جيدا، شتي؟ إذن المستوى المملوء هنا بالثقوب هو المستوى الذي يحمل الوجه A B C D. إذن كما ترى الوجه A B C D فقط هو جزء من هذا المستوى الذي يتحرك أمامك. لاحظ الحركة ديالو اللي عملت لها أنا. متفقين؟ إذن الوجه A B C D هو جزء من هذا المستوى. الآن رسموا المستقيم A B، النقطة A، النقطة B. المستقيم A B اللي عندنا في الصورة هو أيضا جزء من هذا المستوى. لاحظ A تنتمي إلى هذا المستوى، والنقطة B تنتمي أيضا إلى هذا المستوى. أي نقطة أخذناها من المستقيم AB
فهي نقطة تنتمي أيضا إلى المستوى المملوء بالثقوب هنا. متفقين؟ تقدر تقول لي ولكن شوف هنا، لاحظ أستاذ، هنا راه المستقيم خرج عن هذا المستوى. لا، المستوى هو جزء لا ينتهي من الفضاء، أنا راه فقط رسمت جزءا بسيطا منه، يمكن لي يتمدد إلى ما لا نهاية، شأنه شأن المستقيم. الآن نشأ مستقيم آخر مثلا، المستقيم BC. هاو ماذا يمكن نقول عن المستقيم BC بالنسبة لهذا المستوى؟ فعلا المستقيم BC هو أيضا جزء من هذا المستوى، أو نقول المستقيم BC يقع ضمن هذا المستوى. أعيد، المستقيم BC يقع ضمن هذا المستوى الذي يتحرك أمامك المملوء بالثقوب. متفقين؟ إذن في هذه الحالة نقول إن المستقيمين AB وBC ما دام يقعان ضمن نفس المستوى نقول إنهما مستوائيان. أعيد، ونقول إن المستقيمين AB وBC مستوائيان. أعد معي هذه الجملة، المستقيمان AB وBC كيف هما؟ صحيح، مستقيمان مستوائيان. لماذا هما مستوائيان؟ صحيح، لأنهما يقعان ضمن نفس المستوى. واضح؟ الآن لاحظ معي المستقيمين AB وCD. ماذا يمكن نقول عن المستقيم CD بالنسبة لهذا المستوى الذي يتحرك أمامه؟ نعم، المستقيم CD هو أيضا جزء من هذا المستوى، أو يقع ضمن هذا المستوى. واضح؟ مستقيم CD هو جزء من هذا المستوى. وكما تعلم أو كما علمنا قبل لحظات، المستقيم AB بدوره نعم جزء من هذا المستوى. إذا ماذا يمكن نقول عن المستقيمين AB وCD؟ فعلا المستقيمان AB وCD مستوائيان. المستقيمان AB وCD مستوائيان لأنهما زين، فعلا لأنهما يقعان ضمن هذا المستوى. متفقين؟ يلا نتابع. الآن ماذا يمكن نقول مثلا عن المستقيمين AE وBF؟ صحيح، المستقيمان AE وBF مستوائيان. والسبب؟ نعم، لأنهما يقعان ضمن نفس المستوى الذي يحمل الوجه، الذي يحمل الوجه ABFE. نشوفوا تاني المستقيم HE والمستقيم BC، هل هما مستوائيان؟ هل يقعان ضمن نفس المستوى؟ فعلا المستقيمان BC و HE مستوائيان. في الحصة الماضية كنا قلنا بأن النقط B و C و E و F نقاط مستوائية، أي تنتمي إلى نفس المستوى. إذن المستقيم BC بدوره يقع ضمن نفس المستوى الذي يقع فيه المستقيم HE. يمكننا نرسم هذا المستوى إذا شئت. هو إذن غادي نختار هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة، كما ترى ثلاث نقط اخترتها فأعطتني المستوى الذي أريد. واضح؟ نعود نشوف الصورة بشكل أوضح. ها هي، انظر معي، شتي؟ لاحظت جيدا أن المستقيمين BC و EH أو HE يقعان ضمن نفس المستوى. واضح؟ إذن هما مستوائيان. كما ترى إذا أردت أن أحصل على هذا المستوى يكفي أن أضع أصبعي على ثلاث نقاط، النقطة الأولى والثانية والثالثة، فيرسم المستوى على الفور دون الحاجة إلى المرور إلى النقطة الرابعة. من هنا يمكننا نعرف في نفس الوقت بالمستوى. إذن
المستوى يمكن تحديده بواسطة ثلاث نقط غير مستقيمة، يعني ثلاثة ديال النقاط غير مستقيمية راه يمكن بواسطتها نحددوا مستوى، بحال المستوى الذي تراه هنا، هذا الذي يتحرك أمامك اللي فيه النقاط. إذن المستوى يمكن تحديده فقط باستعمال ثلاث نقاط A و B و C، أو مثلا هنا في هذا الشكل B و C و E، ماشي A، B و C و E، أو B و C و H، أو H و E و B، أو مثلا H و E و C. باختصار ثلاث نقاط غير مستقيمية يمكن بواسطتها أن نحدد مستوى، بحال كي كنا قلنا في السنوات الماضية بالنسبة للمستقيم. المستقيم بالرغم من أنه يحتوي على ما لا نهاية له من النقط، فبإمكاننا أن نحدده باختيار كم من نقطة، فعلا باختيار نقطتين فقط مختلفتين بحال A و B، فنقول المستقيم AB، أي المستقيم المار من النقطتين A و B. إذن حينما نقول مثلا المستقيم AB فنقصد بذلك المستقيم المار من النقطتين A و B. إذن المستقيم يمكن تحديده بواسطة نقطتين مختلفتين. أما فيما يخص المستوى فبإمكاننا تحديده بكم من نقطة، صحيح، فبإمكاننا تحديده بواسطة ثلاث نقط تكون غير مستقيمية، أي لا تنتمي إلى نفس المستقيم، واضح؟ زين. والرمز، رمز ذلك نضع A مثلا بجانبها، إذا كنا نتحدث عن المستوى ABC مثلا نضع A بجانبها B وبجانبها C، كأننا نريد أن نرمز إلى المثلث، ثم نضيف قوسين فنسمي المستوى ABC مثلا في هذا الشكل. غادي نسمي هذا المستوى اللي عندنا الذي يتحرك أمامك سنسمي المستوى BCE، بمعنى المستوى المار من النقاط B و C و E، أو نقدر نسميه المستوى B E H، أي المستوى المار من النقاط B و E و H، واضح؟ هذا الأمر سنعود إليه، استغلنا الفرصة هنا لكي نذكر هذا الأمر. نعود الآن إلى المستقيمين المستوائيين اللي هما BC و EH. نقدر نقول مثلا المستقيم BE و CH أيضا مستقيمان مستوائيان. طيب يلا الآن ما رأيك في المستقيمين BC؟ هذا بنشأه الآن، لماذا؟ ها هو المستقيم BC والمستقيم AE، هذين المستقيمين BC و AE في رأيك هل هما مستقيمان يقعان ضمن نفس المستوى أم لا؟ أعيد، المستقيمان BC و AE هل يقعان ضمن نفس المستوى؟ بطبيعة الحال لا، هما لا يقعان ضمن نفس المستوى. لماذا يمكن نقول عنهما؟ صحيح، يمكن نقول عنهما أنهما مستقيمان فعلا غير مستوائيين، غير مستوائيين، هذا لاحظ الشكل، شتي؟ لا يمكن أن نضع المستقيمين BC و AE في نفس المستوى، لهذا هما مستقيمان غير مستوائيين. يلا عطيني شي مثال آخر موجود في الشكل لمستقيمين غير مستوائيين. يلا اعطيني مثال اخر لمستقيمين غير مستوائيين، يعني تنمحي انا هذوك اللي عندي، نزولوا حتى هذا المستوى حتى هو باش ما تشوفوش، باش ما ياثرش على الوضعيه. يلا اعطيني مستقيمين غير مستوائيين في هذا الشكل. نعم، يمكننا نقول مثلا مستقيم دي سي والمستقيم بي اف هما مستقيمان غير مستوائيان. مثال اخر، مزيان، يمكننا نقول مستقيم BC و DH مستقيمان غير مستوائيان. هناك عدة أمثلة في هذا الشكل، واضح؟ يمكننا نقول مثلا المستقيم EH و CG
او اش و سي جي هما مستقيمان غير مستوائيين. واضح؟ يلا يعني نكتب هذه المعلومات في دفتر الدروس. يلا خذ دفتر الدروس ثم نكتب درسنا. يلا عنوان الدرس المستقيمات والمستويات في الفضاء. أولا كبيرة تعريف. نعتبر المجسم التالي من الفضاء وهذا نرسمه متوازي المستطيلات. النقط A و B و C و D تنتمي إلى نفس المستوى الذي يحمل الوجه ABCD ونقول إنها مستوائية. نمر. النقاط A و A و B و C و D لا تنتمي إلى نفس المستوى، إذن هي أيضا نقط مستوائية. النقط A و B و C و C أولى لا تنتمي إلى نفس المستوى ونقول إنها نقط غير مستوائية. النقط A و B و C و D و D أولى بدورها لا تنتمي إلى نفس المستوى إذن هي غير مستوائية. ثم المستقيمان A B و C D يقعان ضمن نفس المستوى ونقول إنهما مستوائيان. المستقيمان AB و CC أولى مثلا لا يقعان ضمن نفس المستوى ونقول إنهما غير مستوائيين. إذن يمكن أن تعود إلى الشكل الهندسي الذي بين يديك وتتأكد من صحة هذه المعلومات التي سبق وأن ناقشناها في النشاط السابق. يلا ننقل هذه المعلومات ثم نتابع. ثانية كبيرة المستوى في الفضاء. الآن سوف نعرف بالمستوى في الفضاء. نعتبر A و B و C نقطا أو نقطا غير مستقيمية من مستوى B. هذا المستوى B متواجد في الفضاء، مستوى B من الفضاء. نشوف الشكل. إذن من الآن فصاعدا المستوى يمكن التعبير عنه بواسطة متوازي الأضلاع ممتلئ من الداخل هكذا، يعني الجزء الملون بالأخضر يمثل المستوى B. كما ترى هنا وضعت ثلاث نقاط غير مستقيمية A و B و C. إذن المستوى B يمكن تحديده بواسطة هذه النقاط A و B و C. إذن بمعنى أن المستقيم أو المستوى B هو الجزء الوحيد من الفضاء الذي يمر من هذه النقاط الثلاث دفعة واحدة، أي من A و B و C. نكتب ذلك، المستوى B هو الجزء الوحيد من الفضاء المار بالنقط A و B و C، لذا سنرمز له بالمستوى A B C. هذه الكتابة الرياضية تقرأ المستوى ABC. لاحظ جيدا، إلى نسيت القوسين ربما لي فقط اسمه المثلث ABC، وقد يوقع اختلاط بينه وبين المستوى، لذا ضروري وضع القوسين. فنقرأ المستوى ABC أي المستوى المار من النقط A و B و C. كما تعلم المستوى يحتوي على ما لا نهاية له من النقاط، هناك ما لا نهاية له من النقاط فقط في هذا الجزء الملون بالأخضر، بالأحرى المستوى بأكمله. واضح؟ لا تنسى ذلك. إذن عوض أن نقول المستوى B سنقول المستوى ABC.
تعريف من 3 نقط غير مستقيمية في الفضاء يمر مستوى وحيد، أو من 3 نقط غير مستقيمية يمر مستوى وحيد من الفضاء. وكنتيجة لهذا التعريف يمكن أن نعرف المستوى على النحو التالي، إذن عوض أن نقول 3 نقط غير مستقيمية نقول مثلا المستقيم AB والنقطة C التي توجد خارجه، إذن يمكن أن نعرف المستوى بمستقيم ونقطة خارجه، يمكن أن نقول المستقيم AB مع النقطة C تحددان المستوى P، أو يمكن أن نقول المستقيمين المتقاطعين AB و BC يحددان المستوى P. أعيد، المستقيمان AB و BC يحددان المستوى P. يلا نعود نشوف هذه الوضعية في الفضاء لكي تستفيد أكثر وتفهم الأمور بشكل أوضح. أنت لاحظ في هذه الصورة حتى اللوحة الإلكترونية تعبر عن المستوى بواسطة متوازي الأضلاع بشكل مصغر. أنت دابا نصغر الصورة باش تشوفوا أكثر. فهمتي؟ هذا المستوى عبرت عنه اللوحة الإلكترونية بهذه الطريقة. دقيق؟ بحال الشكل ديال متوازي الأضلاع. هي مكتوبة، لاحظت جيدا أن مكتوبة سو بلون. بجانب رمز اليد كاينة سو بلون، أي هذا المستوى. غادي نمثل عليه 3 نقاط، ها هي النقطة الأولى، ها هي، ثم النقطة الثانية، ها هي، والنقطة الأخيرة الثالثة. إذن المستوى الذي بين يدينا الآن يمكن تحديده بواسطة هذه النقط الثلاث، النقطة الأولى، النقطة الثانية، والنقطة الثالثة، هي نقط غير مستقيمية. نعود نشوف هذا المستوى بطريقة أخرى. شتي، لاحظت جيدا أنا الآن بدأت أحرك هذا المستوى في الفضاء. شتي، رأي النقط الثلاث ديالنا. إذن هذا المستوى يمكن تحديده بواسطة هذه النقط الثلاث. ما يمكنش تلقى شي مستوى آخر أو تجد مستوى آخر يمر من هذه النقط الثلاث ويختلف عن المستوى اللي عندنا. دقين؟ هكذا. إذن نعود نرجع للملاحظة اللي قلنا بعد التعريف. قلت 3 نقاط غير مستقيمية نحدد بواسطتها هذا المستوى، أو يمكن أن نختار مستقيم بحال هذا، أو مستقيم ونقطة خارجة. المستقيم والنقطة خارجة بدورهما يمكن أن يحددان هذا المستوى. لاحظ جيدا، إذا حركت هذا المستوى المستقيم والنقطة التي توجد خارجة يتحركان معا، يوجدان دائما في كل وضعية ضمن هذا المستوى. شتي، لاحظت جيدا. إذا المستقيم ونقطة خارجة يحددان بدورهما مستوى، وكذلك مستقيمان متقاطعان يحددان مستوى. أو لاحظ جيدا، هذين المستقيمين سيتحركان مع هذا المستوى كلما حركناه، دائما يقعان ضمنه. إذن يمكن أن نعرف المستوى أو نحدد المستوى بواسطة هذين المستقيمين المتقاطعين ضمنه. نقول المستقيمان المتقاطعان ضمنه، هكذا في جميع الوضعيات هذين المستقيمين يقعان ضمن هذا المستوى. إذا نعيد، المستوى يمكن تحديده سواء باستعمال كم من نقطة، نعم 3 نقط على الأقل تكون غير مستقيمية، على 3 نقط على الأقل. لاحظ جيد ما قلت 3 نقط على الأقل، يمكن تخذ 4 ولا 5 ولا 6 لا بأس في ذلك، ولكن ما تنزلش على العدد 3، واضح؟ أو مستقيم ونقطة خارجة، أو مستقيمين متقاطعين ضمنها بحال هذه الوضعية التي تراها أمامك. يلا نعود إلى الدرس. إذن قلنا من 3 نقاط غير مستقيمية يمر مستوى وحيد من الفضاء، ثم نسجلوا الملاحظة ديالنا. نتائج: مستقيم ونقطة خارجة يحددان كذلك مستوى من الفضاء، مستقيمان متقاطعان يحددان بدورهما مستوى من الفضاء.
يلا الفقرة الموالية غادي نكتبو هي المعلومات الأولى حولها، وغادي تنجز العمل الموالي في المنزل أو لوحدك. غادي نشوفو في هذه الفقرة الأوضاع النسبية لمستقيمين من الفضاء، نعتبر L و D مستقيمين من الفضاء، وسوف ندرس الأوضاع الممكنة لهما في الفضاء. إذا سننهي هذه الحصة هنا، إذا في الحصة المقبلة إن شاء الله غتهيئ لي هذا العمل، غتحاول توجد لي كم من وضعية ستكون ممكنة لدينا لمستقيمين L و D في الفضاء، كيف سيكونان إذا أردنا إنشاء مستقيمين L و D في الفضاء، كم من وضعية لهما ممكنة. يمكن تخيل ستيلو أزرق مثلا وستيلو أحمر، قلم أزرق وقلم أحمر، وحاول تشوف تموضعهما في الفضاء، كم من وضعية ممكنة لهما. سيكون هذا هو موضوعنا للحصة المقبلة بحول الله. انتهت هذه الحصة من إعداد أستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.